في البداية يعني أنا جدا سعيدة أن احنا موجودين في عصر يعني المجلس الشورى المنتخب. هذا يعني مؤشر جيد، يعني احنا يعني دائما نقول الحمد لله على وجودنا في دولة قطر، هذه الدولة اللي أهدت يعني مواطنينها حق الترشح، حق الانتخاب، المشاركة في اتخاذ القرار، المشاركة السياسية. فلما كانت كل هذه المعطيات أمامي، كان واجب علي أن يكون لي دور إيجابي في نجاح هذه التجربة. يعني وجود المرشحات بهذا العدد 28 مرشحة عن 30 دائرة له يعني أمر يعني صراحة مشرف، وأمر فخر يعني لنا كلنا يعني كقطريات، لأن المرأة القطرية اليوم هي مرأة متعلمة، مرأة مسؤولة، مرأة قيادية. جاء دورها اليوم أنها تكون موجودة في مجلس الشورى. وجود المرأة القطرية في كعضو في مجلس الشورى هو يعني أنا أشوفه أمر ضروري، لأن هناك كثير من الملفات اليوم الأقرب لها هي المرأة، الأقرب لمناقشتها، لمسها، الإحساس فيها. يعني لما نتكلم عن قضايا مثل قضايا التعليم، قضايا الصحة، قضايا المرأة أيضا، قضايا الطفل، هذه كلها المرأة تقدر أنها تدلو بدلوها بشكل مختلف عن الرجل. أنا أساساً لما دخلت في الانتخابات اتخذت شعار معين، لنكن شركاء في صنع القرار. أنا بيكون أنا والشعب والحكومة كلنا شركاء في صناعة قرار، قرار بيمس بلادنا، قرار بيمس عيالنا، قرار بيمس الدولة اللي احنا عايشين فيها، كلنا شركاء. واحد من أهم أهدافي اللي أنا دخلت فيها مجلس الشورى هو تفعيل ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية. الدبلوماسية الشعبية المقصود فيها رصد الشارع القطري، معرفة يعني آراء الناس في كثير من القضايا اللي تهمهم. بكرة القضايا راح يعني يفرد لها مساحة في مجلس الشورى هي قضايا الشعب، هي القضايا اللي احنا يعني دخلنا على اساسها مجلس الشورى. لهذا يعني انا اشوف من المهم المتابعه المستمره لاراء الشارع، رصد هذه الاراء، فلترتها، محاوله يعني بناء جسور لا تنقطع ما بين عضو مجلس الشورى وما بين الشعب بكافه اطيافه، لان احنا في النهايه مراه لهم. انا شاكره للجميع الصراحه، يعني لان احنا جزء من هذا المجتمع، ويعني لما نوصل لا ما في شك ان احنا بنكون صوت المجتمع.